افتتحت مساء يوم الاثنين 18 يوليوز رسميا وفي حفل بهيج مجموعة مدارس دريم سكول الخصوصية بمدينة برشيد. حفل الافتتاح عرف حضور فعاليات مختلفة وآباء وأولياء تلاميذ لاكتشاف منشآت وتجهيزات هذا الصرح التعليمي الجديد الذي سينقل التعليم الخاص ببرشيد إلى آفاق جديدة. هذا وكان لآباء وأولياء تلاميذ جولة في أرجاء المؤسسة للاطلاع على الإمكانيات الكبيرة التي تم وضعها رهن إشارة التلاميذ والطاقم التربوي بغرض توفير أفضل الأجواء للعملية التعليمية. وخلال هذا الحفل كان موعد التلاميذ والتلميذات مع ورشات متنوعة همت مجموعة من المجالات. علاش بالضبط اختاري دريم سكول؟ حيت ارتحت ليها بزاف، وبالخصوص مني عرفت أن أستاذ مراد أنه فتح إيكول جديدة، يعني بلا ما نفكر دغيا جيت سجلت وليداتي حيت أستاذ مراد غني على التعريف. وثاني حاجة عجبتني استراتيجية باش غادي نخدمين، واخا يلا أول عام يلا زعما يلا غادي يبداو، ولكن بالطريقة باش كتجي عندهم يعني كترتاحي، لا البيداغوجية باش غادي نخدمين لا. وثاني حاجة كاين الأمان، يعني المؤسسة مأمنة كلها كاميرات. اختارينا هذه المدرسة هذا بحكم أن الناس اللي فيها يعني ناس أوتور ديال التعليم، والبنية ديالي كذلك عجبتها المدرسة، أن جات وشافت درت أن تيست تبارك الله وسط عنبي، يعني الناس اللي داروا معاه لو تيست كانوا ناس في المستوى، وأنا طلعت على هذه المسائل بيدي وعرفت بأن دريم سكول يعني مدرسة غادي تكون إن شاء الله عندها مستقبل إن شاء الله ظاهر، لأن يعني الناس اللي كيسهروا ليها الناس ديال التعليم، ناس ماشي مليوحين على المهنة. أن بنتي دات في مدارس، ولكن كنظن دريم سكول إن شاء الله غادي تكون مدرسة في المستوى هذا. وتراهن مجموعة مدارس دريم سكول الخصوصية بمدينة برشيد على تقديم أفضل العروض التعليمية بالمنطقة من حيث التجهيزات وجودة بيئة العمل والأساتذة والتقنيات البيداغوجية الجديدة، وذلك عبر استثمار ضخم سواء في المنشآت أو في الطاقم التربوي. مجموعة مدارس دريم سكول الخصوصية ببرشيد التي تفتح أبوابها للموسم 2022-2023 أنشئت بمواصفات عالية، ويسهر عليها فريق عمل متميز من خيرة أطر التعليم.